مانيش عارف. كلما دخلت هذه الولاية وبقيت معكم والله قلبي يطمئن ويرتاح. يرتاح القلب تاعي. علاش؟ أرى فيكم الصدق، أرى فيكم المحبة لوجه الله. واش من مصلحة شخصية ما عندي أنا مع بشار، كاش ما عندي تجارة مع التجار تاع هنا، كاش ما عندي منفعة خاصة لي أنا، كاش ما جيت ندي أنا من العباقلة ولا من كرزاز، ولا جيت نقول لكم أعطيوني فيرمات ولا أعطيوني أراضي ولا أعطيوني مسؤولية. جئتكم لوجه الله ليس إلا.